فالدجاج تصيبه أمراض عديدة قد تهدد بذلك المشروع بالانتهاء، لذلك كان على المربي الحيطة والحذر الجيد. من بين هذا المرض مرض الإسهال الأبيض. هذا المرض هو أخطر الأمراض البكتيريا، هو مرض معد يصيب الصيصان الصغيرة ويسبب لها الموت السريع وينتقل إلى الطيور البياضة فيقل إنتاجها من البيض وتهزل وتضعف حيويتها. تبلغ نسبة موت الصيصان المصابة بهذا المرض ما بين 20 إلى 80% على أقل تعديل. جميع أنواع الطيور قابلة للعدوى بهذا المرض، إلا أن الأنواع الثقيلة مثل نوع الروديلوند والبلايموت هي أكثر قابلية للإصابة بهذا المرض. يسبب المرض نوع من البكتيري يدعى باللسان العلمي بولوريوم سالمونيلا، وهو ميكروب عصوي غير متحرك. العوامل المهمة التي تساعد المرض على الانتشار وارتفاع نسبة الموت هي عدم نظافة الحضانات، الازدحام، تراكم الأبخرة والغازات والتيارات الهوائية، وتنتشر العدوى عن طريق بيض الدجاج الحامل للعدوى والمفرخات والحضانات الملوثة بجراثيم هذا المرض، وعن طريق ملامسة الصيصان السليمة للمريضة، وعن طريق الحشرات التي تحمل ميكروب هذا المرض. أما الدجاج الكبير والبياض فتنتقل العدوى بواسطة الدجاج الحامل للعدوى وأكل البيض المصاب وابتلاع فضلات وبراز الدجاج المريض وتلقيح الديوك المصابة للدجاج السليم. الصيصان التي تصاب بعد الفقس تموت بعد 4 أيام وتصل أقصاها في اليوم 10، وقد يستمر الموت إلى نهاية الأسبوع 3. أما الصيصان التي تصاب في الحضانات فإن موتها يبدأ عادة من اليوم 7 ويستمر إلى اليوم 21. كلما تقدمت الصيصان بالسن زادت مقاومته لهذا المرض. الصيصان المصابة بهذا المرض تفقد شهيتها للأكل وتتدلى أجنحتها ويخشن ريشها وتتجمع حول بعضها ويكون لون برازها أخضر مصفر، ويلاحظ صعوبة في تنفسها مع وجود ضعف في أرجلها. أما بخصوص طرق الوقاية من هذا المرض، فعند ظهور المرض يجب إتلاف المريض، أما إذا عالجت فيجب وضعها في معزل تام عن الطيور. العمل ما أمكن على منع طيور البرية من الوصول إلى غذاء الصيصان وكذلك الحشرات. أما الطيور المشارة حديثا فيجب وضعها في محل منعزل مدة 2 أسبوع قبل خلطها مع باقي الطيور. أما بخصوص العلاج، تعالج الصيصان المصابة بهذا المرض بإحدى مركبات السلفة مثل السلفة ديازين والسلفة ميرازين والسلفة بيغازين والسلفة ميزاتين، وتخلط عادة هذه المستحضرات بالعلف بنسبة 0.5% لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 أيام، كما أنه يمكن استخدام السلفا ميزاسين كمحلول مائي بدلا من خلطها بالعلف، وهذه تعطى عادة بدلا من ماء الشرب بنسبة 0.2% لمدة 2 يوم، ثم بنسبة 0.1% لمدة 1 أسبوع، ويجب رفع درجة الحرارة للحضانة أو البطارية حوالي 5 درجات مئوية أثناء مدة العلاج، كما يجب عدم استخدام الصيصان التي تشفى من هذا المرض في أغراض التربية. نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم الإفادة المرجوة. شكرا على تتبعكم وإخلاصكم لقناتنا، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.